وبالفعل مع ذكريات الزمن الجميل لكرة القدم الدرنوية والبيضاوية لدارنوس والأخضر، أيام لا تنسى في الذاكرة، في ذاكرة الكرة الليبية، مصطفى عبد جليل وعاشور ومنصور المصماري وجمال سلطان ومحمد شبيطة وحفيظ فرعون ومنعم وسعد مجيد وأحمد المنتصر وزيزو بوهنية والزيداني وعاشور الزروق وعبد الحق الدشاني وغنيم وادريس مكراز وبورحيلة وشرتيلة وخالد الزروق والعمامي هشام الحمر. هشام الحمر ايضا هناك لقاء هام سيجمع فريق الهلال الملاحق الاخضر مع فريق التحدي بملعب شهداء بنينة. عيون الخضراوية اليوم على نقاط المباراة بملعب درنا البلدي، محترف بصفوف فريق دارنوس. علي دخيل بشكل طيب مع كذلك بلال بن توفيق. بلال بن ابراهيم الى وقص الماجي بطيبة، تبشيلان الى وائل الشيبي. منتصف ملعب احمد سعد، يتقدم احمد سعد، حلوه من احمد سعد، خطوات مع معتز الى لوكا، لوكا لوكا ما زال يبحث عن المسانده، يحتفظ على الكره، يبحث عن مهدي الكوت، يتحصل مهدي، يرجع الكره الخلف للوكا ارسين، محمد الشامخ. الشامخ لا زال يحتفظ بالكره في اتجاه مهدي الكوت جونيور، تصل من جديد خضراويه، فمي لعمامي يتقدم، هل يرفع كرة؟ يلعب كرة عالية لمن؟ لدفاعات فريق دارنوس تصل أقرب إلى مخلص المجري اللي يصلها مسرعة في اتجاه أويس سويح، ولكن خروج موفق يعتبر لرضوان توفيق حسين في ملاحقة الأهليان، الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس وأيضا الاتحاد. تبشيل الكرة لجونيور، يفتح بشكل طيب مع أحمد سعد، أحمد سعد وكرة أحمد سعد لا زالت خطيرة ولكن تكون أقرب إلى الحارس هارون البي، إلى الدفاعات فريق دارنوس. هشام الحمر إلى شاهين جميل، هل يتحصل اويس بالفعل بالراس مباشرة، ولكن تجد المتابعة من وجه سعيد ليتحصل على مخالفة بين المتميزين اللاعبين المتميزين نجوم الفريق. تمشي كرة سريعة الآن ولكن تعود من دفاع فريق الأخضر إلى مهدي كوت، المهدي كوت يرسل كرة طويلة تعود من شاهين جميلي تصبح خارج الملعب. وأؤكد لهذا الفريق الجميل لهذه الكرة الجميلة الدرنوية، ولكن تجد منافسة ليست بالسهلة اليوم، يعني عندما تواجه فريق الأخضر، يعني فريق الأخضر أفضل خط هجوم 38 هدف، تمشي الآن خطيرة لمصلحة فريق الأخضر وخروج البيري. سريعة الآن، هجمة مرتدة سريعة لمصلحة فريق دارنوس لوائل الشيبي، خطيرة إلى أويس سويح، أخطر اللاعبين وأخطر اللاعبين أويس، يرسل كورة خطير أويس، خطير أويس كما أشرت عندما تصل الكورة إلى أويس سويح أكيد حيشكل خطورة. وبالفعل دقائق الأخيرة من الشوط الأول، دارنوس وويس سويح يرسل كرة طويلة إلى شاهين جميل والكرة استجت الخط، كرة خضراوية لعبد الله عبد الرحيم، عبد الله يتقدم يروغ له بشكل طيب، بشكل طيب حلوة لعبد الله عبد الرحيم ولكن يتحصل على الكرة اللاعب مصعب الكيلاني في محاولة اللي كانت لعبد الله عبد الرحيم. تمشي الآن خضراوية لوكا أرسين، يخطي لوكا أرسين سريع الآن، سريع هو الشيبي، وائل الشيبي يتقدم وجه لوجه، وجه لوجه خطير، ضاع هدف محقق هذه الأثناء، دارنوس أخضر لهذه الأثناء وكاد أن يفاجئ الأخضر. تمشي لعبد الله عبد الرحيم، عبد الله عبد الرحيم مع حسن عباس ولكن تصبح لمصلحة فريق دارنوس، لمصلحة اللاعب مهند المنصوري. والله دارنوس كان ان يقضي على احلام الخضرويه، كان ان يضرب الاخضر، كان ان يضرب الاخضر في وقت يعتبر هام، وقت قريب مع بدايه الشوط الثاني على لاعبي فريق الاخضر وعلى الجهاز الفني لفريق الاخضر سمير شمام. ام للدقائق المتبقيه راي اخر لفريق الاخضر ولحمادي جدالله. تمشي الان كره ولكن تبعد عن طريق المدافع علي بوشناف لتصبح ركنيه. مهدي الكوت يلعب كرة بشكل سريع، هدف 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 النيران الصديقة، هدف النيران الصديقة، المهدي الكوت، المهدي الكوت يتمكن مشاهدينا الكرام عبر قناة ليبيا الرياضية، هدف لفريق الأخضر. قلت هل تصبر هذه الكرة الثابتة عن شيء؟ وبالفعل أخضر البيضاء يتحصل على أول أهداف، أول أهداف الأخضر، الصعود إلى المربع الكبار والمنافسة على اللقب وحصول أول اللقب اللي يتمناها كل خضراوي في كل مكان. تمشي الآن للعمامي إلى جونيور، جونيور 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 ممكن يسدد ولكن تعود لتصل للعمامي،
لعمامي عبد الرحمن الى يونس حجازي، حجازي لحمادي، حمادي لكن تعود درنيسية من المغربي الى المغربي الاخر بالاخضر الى ابو بكر، اتجاه علي امادو، علي افعال امادو، يلف امادو، ماذا شرح حكم اللقاء؟ ركلة جزاء الاخضر، ركلة جزاء الاخضر عن طريق علي امادو في الدقيقة 34، علي امادو يجيب ركلة جزاء الاخضر، ركلة جزاء الاخضر احتسبها حكم اللقاء السيد محمد بن رشدان، ركلة جزاء خضروية، ركلة جزاء لمصلحة فريق اخضر يكون في الطريق الى الترشح الى مربع الكبار الى الدور الرباعي. الاعمامي في مواجهة الحارس هارون البيري، في مواجهة البيري الخطير، في مواجهة البيري المتألق، عبد الرحمن الاعمامي والجول، جول للاخضر، جول للاخضر، فعلها الاعمامي، فعلها الاعمامي، فعلها الاعمامي، يحرز ثاني الاهداف لاخضر البيضاء، ثاني الاهداف في الدقيقة 37، الاخضر يتقدم على فريق دارنوس بهدفين مقابل لا شيء. رجالات الاخضر بعون الله يفرحوا كل مشجع خضراوي، وتحياتي ومن الاعماق طبعا الى الدرنس العريق، الى الدرنيسي اللي دائما بامانه واقولها اللي يرفع راسه ما يوطيش، الدوله دائما كل التوفيق، تمشي لان كره درنيسيه ولكن سهله عند مروان او عند الحارس رضوان توفيق حسين.